انت بتدخن ولا؟ والله ما بدخن. تسكر؟ والله بعمري ما دقت السكر. تلحق بنات؟ يا ريت الحق بنات. بتروح على الكباري؟ والله بعمري ما دست الكباري. عندك اولاد؟ لا والله مو متجوز انا لسه. زنقيل معك مصاري كثير؟ منين حصرتي؟ ما معي غير ليرتين، تفضل خذهم اذا بدك. عايش مرفه يعني؟ منين مرفه حصرتي؟ طفران فقير عايف سمي، يوم باكل خبزه وزيتون وعشرة ايام بلا اكل، الله وكيلك مقطوع من شجره يتيم انا. مقطوع من شجره؟ وما بتسكر؟ لا. وما بتدخن؟ لا. وما معك مصاري؟ لا. ولا لك عايش مرفه؟ لا. وما عندك اولاد؟ لا. تضرب انت والعيشه، ليش عيشتك انت؟ ما بعرف. رموت احسن لك. وليش؟ هلا ارتحت. اخ والله يا الوصفه يا دكتور ما في منها. شو صار سياح؟ خلص العدو الوهمي اللي حكيتني عنه خلصت منه، ليكو قدامك ملقى. والله على عيني يا دكتور. شايف يا عيني خلصت من العقده. لا خلاص مرتاح. ارتحت تمام. اعطيني المسدس. يقبرني اللي خلق اخوك. كتر خيرك والله، لا تاخذني مشان الله. انا رجعت مشان اخذ المسبحه دخيلك، لا تاخذني. هي هي كثير ممنونك دكتور. انحلت عقدتك. انحلت عقدتك. مرتاح؟ كثير مرتاح. بكره تعال عندي نتحدث. ممنون كثير. مع السلامه يا ابو صخر. شو هيدا دكتور حسني؟ كيف رح نامي؟ شو بدك تعملي؟ ما صار شيء. هذا المسدس محشو بالخرطوش الفاضي. الحمد لله ريحت. لك انا بس بيهمني كان شعوره مسكين هذا ابو صخر بانه قتل انسان. اي نعم. الو بسرعه. الو الو اسعاف اسعاف قسم الاسعاف. ايه سيد اسعاف مرحبا. بعثوا لنا سياره اسعاف بسرعه ودكتور لعياده الدكتور حسني، صار جريمه قتل. اي نعم المقتول عم يحاكيكم، انا اللي متت. نعم نعم المقتول. ضربتك لعرفتي مش ها. لك شو عم تعمل؟ شو عملت؟ شبك؟ انا قتلت دكتور. ما قتلت. اجا واحد قتلني هلا سلق قدامه. هذا كنا عم نداوي لك يا ابني. لك شلون تقتلوني؟ شلون بموت اما اكتب وصيتي؟ لك جيب لي ورقه وقلم تكتب. شو اكتب لك؟ وصيه. لك انت ما متت ولا صار لك شيء. هذا الخرطوش فاضي. اوصني لك خرطوش ارهاب، هاد فاضي ما في شيء. هذا نحن وصفنا له هالوصفه، بحكي لك الا شو بدي عندك وقت ما رح تفهم علي. ايه طمني، كان المدير عندك بلغك؟ اي نعم. شو انا كان عندي قبل ما يفوت لعندك وقت حكيتي بالتليفون وبلغني ترفيعي للدرجه الرابعه، وانت السابعة. سابعة؟ ليش ماني درجة انت؟ انا بالسابعة كمان، قال المرة الجاية برفعني. لاني درجة؟ عالبيت. يا اخي شو ها؟ ليش عالبيت؟ قال انا كسلان وعم بشتغل. صح. لك صح؟ صح نعم، انت كسلان. وين الوراء اللي قدامك؟ وين المعاملات؟ أنا شوفتي ببقى طالع من أوضتي وحامل بإيدي وراء المعاملات. تفضل يا سيدي. تفضل. بيجيني كل يوم 20 معاملة. إيه؟ بساويهم كلياتهم بساعد ثمن. إيه؟ وبقعد ما بخلي معاملة تبات لتاني يوم. لك أنت حمار. أنا؟ نعم، حمار، حمار شغل يعني. الناس ما تعودوا انهم يشتغلوا بهالشكل هذا، والحمير لا يمكن يرفعوهم. لك دخلت الوظيفه انا وياك صح ولا لا؟ انا صرت بالدرجه الرابعه وانت بالسابعه. ليش؟ لاني انا شغيل. هلا لك حسني انت الشغيل وانا الكسلان. قدام الناس هيك اني انا الشغيل، لكن الواقع انت اللي عم تشتغل مزبوط بس ما عم تعرف تتصرف. كيف يعني؟ أنا إذا بيجيني باليوم 20 معاملة باخذ بقعد بنقنق من هالعشرين بأربع معاملات وبقيم ال 16 بحطهم بالدرج لتاني يوم. طيب وتاني يوم؟ تاني يوم كمان إذا أجاني 20 كمان بساوي أربعة وبحط ال 16 فوق ال 16 اللي قبل بيوم. بظرف جمعة بتلاقي ثلاث طاولتي معاملات وراء
وبينت اني انا مشغول وما عم بقدر لحق الشغل. تخيل يا اخي 4 معاملات باليوم بياخذوا 1/4 ساعة، بقية الدوام شو بتعمل؟ بعلق جاكيتي بالأوضة أنا وبطلع لبرا بحسبوني عم لاحق معاملات الناس. وين بتروح؟ بروح بقضي أشغالي، بطلع برات الدائرة، شو عندي شغل، شو عندي سينما، شو عندي قهوة، لكن أنا مجبور أقعد 6 ساعات أثناء الدوام ورا بعضهم بموت بطق أنا. اسمع مني واعمل مثل حكايتي. هلا انت حمار شغل، حمار شغل. اذا امنا الحمار اللي هو انت شو بيسوى؟ بيسوى الشغل. ها كردس الشغل فوق بعضه بترتفع انت. يا اخي ما في جوز، حرام، مو معقول، ومعاملات الناس. اسمع مني عم بنصحك، وانت حر بقى. يعطيك العافيه. برافو، شفت النشاط؟ لكن ما قلت لي كم معاملة بتورد عليكم كل يوم؟ تقريباً 20 معاملة. وكم معاملة بتلحق منهم في اليوم؟ عم لحق منهم والله يا سيدي الكريم تقريباً 4 معاملات كل يوم، بألف جهد جهيد، وحتى أخواتي وأمي عم يعاونوني بالبيت فيهم. 4 معاملات هيك كتير 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 منيح. على كل حال أنا شايف يا ابني إنك عمال تتعب بهالحالة ومظلوم. طبعاً سيدي. لازم بقى نشوف لك 4-5 موظفين يساعدوك حتى تقدروا تنجزوا كل المعاملات اللي عم تورد لعندكم. بس سيدي 5 موظفين بس مشان 20 معاملة. 20 يا ابني شو بدي اعمل؟ ما بقدر وظف اكثر من هيك ابدا، لانه الميزانيه ما بتستحمل اكثر من 5 وظائف جدد. وسيدي بعدين وين بدنا نحطهم؟ هاي لازم نفرغ لهم غرفه، وطبعا لازم تكون انت المشرف عليهم، توزع المعاملات حتى تقدر تنجزوها بالسرعه المطلوبه. طبعا سيدي نحن ان شاء الله بدنا نكون عند حسن ظنكم. والله الحقيقه غوار افندي انت في الماضي ما كنت عند حسن ظني، لكن من شهر لهلا ما اجتني عليك ولا شكاية ابدا. بس سيدي في قضية الدرجة، شلون انا بدي اكون مدير على 5 موظفين؟ 5 موظفين ولساتني بالدرجة السابعة. حتما على كل حال انا حاطلب ترفيعك لدرجة 5 وتعيينك رئيس ديوان، بس المهم انك تستمر على نشاطك والتفاني في عملك. شكرا سيدي، رح اتفانى دائما. شكرا سيدي. انا ما بدي اعطلك، الله يعطيك العافيه. الله يعافيكم سيدي. مرحبا بك. اهلين ابو صخر. شلونك يا رايق؟ اهلين بالشباب. حي الطيبين مثلك. هات لنشوف شو في. خذ يا بي. معاملة؟ في معي معاملة بدي مشان تغير لي الحاشية تبعها. تكرم عينك. ايوه وينك؟ خليك رايق. نحن مع الطيبين. ايوه شفت شلون؟ انه الطريق دغري هيك. اي مفهومة. وهيك اقرب من هيك. اللي بيقول لك هيك كون حمار. طريق الدغري هيك. ايوه وقع لشوف. وقع منيح. موافق. ايوه. اهلين تكرم عينك. اهلين عليك. اهلين وسهلين. ارفار يا بي. مع السلامة. بس ما قلت لي هاي المعاملة مشان ايش؟ اي بدك تعرف مشان ايش؟ ايه بلا ما تعرف. شو رايك؟ روح ليه؟ ليه؟ عم تمزح ولا عم تحكي جد؟ اهلين بصخر. اهلين وسهلين بالراي. تفضل. صباح الخير صديقي العزيز. اهلا وسهلا حسني بيك. اهلا وسهلا يا اخي، تاخرت علي اليوم. لك بالعاده تطلطل علي، نعدنا ساعه زمان ندردش نحكي. والله هلا وصلت على الدوام انا، مضيت الدفتر وجيت لعندك مباشره. لسه ما فت. تفضل استريح. ايه سيدي شو بتأمر تشرب؟ قهوة، شاي، زهورات، كولا، بابونة، جوز الطيب، شوكولا مو، بوزة بقشطة، بوزة فستق، بوزة مشكلة.
ما راح اشرب ولا اكل شيء، انا جاي اخذك وامشي. لوين؟ على السينما، في حفلة إضافية اليوم قبل الظهر لفيلم حدوة الحصان. يلا سيدي بالمعية. اوف اليوم هلقت صرت مخلص ثلاث معاملات. ايه لا عم ثلاث معاملات. شلون شايف؟ يلا شلون شايف حالك بالطريقة الجديدة هلا؟ يا حبيبي عليك، صحيح اني انا كنت حمار بالاول. وقف بس لعلي جاكيتي مشان نفتش. شفت شلون؟ هذا الجاكيت الريزرف. يلا. ايه سيدي. إذا بتريد يا سيد جاكير، إذا أجا المفتش أو المدير سأل عني، قل له غوار بالدائرة عم يلاحق معاملات المراجعين، وأنا جاكيته. أنت جاكيتي. سلم عليه اللي عم يخدمني ويخدمك دائما. باي باي. شو مطولين شباب؟ شي يومين ثلاثة إن شاء الله. يومين ثلاثة، على كل من على مهل، في وقت أخي. يلا. على مهلكم. لحظة أستاذ. لك عبده؟ أهلين غوار، أهلين. شلونك؟ مشتاق لك. والله يا غوار أنا زعلان كتير لأنك ما رجعت على الشغل. بسيطة يا عبدو، أنا الحق علي الحقيقة، وأنا بعرف إنك أنت بتحبني. ولو يا غوار، والله أنا مستعد إني أترك الشغل بالحمام إذا بترجع تشتغل محلي. أعوذ بالله، استغفر الله، بس أنا يا عبدو زعلان على هالأعمال اللي كنت أحملها معك. لكن بجوز من الله واحد شاب مثل حكايتي إذا دفش الحيط بهدو ضل بلا أكل ثلاثة أيام. ماذا شي يا غوار؟ بجوز من الله يا شيخ. ماذا شي غوار؟ أنا تعت أمرك، شو ما بتريد أنا حاضر. بسيطة، على كل الأحوال أنا هلأ عم اشتغل هون موقتي، عامل حفريات وعم اشتغل شغلة تانية بعد الظهر، اشتغلت عم حلجي. عرض حلجي؟ شلون بدك شغل عرض حلجي وانت لا بتعرف تقرا وتكتب منين؟ والله متكل على الله وعليك. حاضر، انا تحت امرك يا قوة. باعتبارها بيجيني زباين كثير ومكاتيب وعرائض واستدعايات والى اخره، انا عمال لهم انه باخذهم بكتبهم على البيت بالبيت، بيجي ناس بيساعدوني وثاني يوم بوزعهم على الزباين. انا بساعدك، انا بخدمتك. عاد لكان مر علي المساء على البيت. اخذت بيت؟ ايه اخذت اوضه مفروشه عند ابو فهمي، كان عاملها على الاسطوح مشان الطيور، بعدين فضاها باعتبار ما بيجوز مختار وكشاش حمام. صح مزبوط. استناك عشية؟ ايه خلاص بيجي لعندك. وشو شو بيجيني مربح من المكاتيب؟ قلي نصه لك نصه. ولو يا غوار انت اخي، انا ما بدي شيء، انا بس بدي اخدمك. يا عيني عليك يا عبدو. بسيطة. ايه سيدي خاطرك. وين رايح؟ رايح اجيب المحلاي لبيت المعلم اليوم المباركة. ونحن ما حنلحس اصبعتنا من هاي الشغلة؟ لا هي مباركة حريم، شو دخلك انت؟ بسيطة، انا عمري ان شاء الله ما اكل محلاي. روي خاطرك. مع السلامة. مع السلامة. اي لك لك لا تاخذ صاحب الا من بعد اكلي. يلا يا شباب خفوها شوي. يا اخي وينك لهلا؟ ليش تاخرت؟ من معي ضاعت عن الطريق. والله شو ضاعت عن الطريق؟ سودت وشنا قدام المعازيم. انتوا اللي خبرتونا؟ لك انا لا بخانق المعلم، تعال دق لي الباب. يلا. ولا لا روح لشغلك. روح.